هي قصة كغيرها من قصص الأبطال، أبطال سوريا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون وهي الروح دفاعا عن تراب هذا الوطن الغالي لنبقى في عزة وكرامة. من أرواحهم إلى قلوبنا نور المحبة والسلام. تعمل كل واحد كل مواطن شريف يدافع عن وطنه مثل ما كنت تدافع انت بصدق يا ابنا. كلها والله كلها بس ابحوها اصبحت كلها يا حبيبي. الله يسهل اشتاقوا اخواتك كثير والله اشتاقوا لك اخواتك يا ابنا. والله كل ليلة يا ابنة والله كل ليلة بصبحك صبح ومساء كل ليلة صبح ومساء ما صبحك يا غالي. الله يصبر قلبي على فراقك يا ابنة. ربيته ترباية كويسة الحمد لله، ربيته على الصدق على الصراحة، فصار شب وعلمته وتوظف الحمد لله، وما كان ناقصه شيء. صحيح عشنا بالفقر بس ما كان ناقصه بحياته شيء، وانطلب على الجيش ما تأخر، على الاحتياط ما تأخر، وصار اللي صار وراح اخواته ورا منا انطلبوا كلهم. طلب اخو الاصغر منه كمان راح، طلب اخوه الاكبر منه بعده، يعني كان ما يعمل المستحيل منشان ما يخليه يروح، بس اذا بده يلتحق بالجيش على القليل يكون قريب على بيته لأنه عنده طفلة ومرته حامل وبعيدة عن الناس هيك ببيتها شوية. قالوا له بدي أعمل مستحيل يا خيي، ما رح خليك بعد عن وطنك عن بلدك، هنا هو الوطن عايزنا ولازم نخدمه بصدق وصراحة، بس ما رح خليك تبعد عن بيتك لو مهما كلف الأمر. والله بعدين ما لحق قبل ما يلتحق أخوه، سافر سفرة بعيدة يا بنتي بلا رجعة. شادي الله يرحمه ولد عام 1983، بعد الشهادة الثانوية انتسب لمعهد المراقبين الفنيين، بعد تخرجه تعين بالشركة العامة للمشاريع المائية بصفة مراقب فني. بعد 3 أو 4 شهور من تعيينه التحق بالخدمة الإلزامية، أدى خدمة العلم ورجع لوظيفته للشركة. بعام 2012 بشهر تشرين الأول انطلب للخدمة الاحتياطية، التحق مباشرة، تصاوب بمدينة دارية، تصاوب فيها أول مرتين، بعدين إجا فرزه على جوبر، من جوبر على القلمون منطقة رنكوس وفليطة، هي أثناء معركة القلمون، بعدين رجعوا على جوبر. بجوبر يوم 31/12/2014 الساعة 2 الظهر أثناء تنفيذ عملية أصيب نتيجة قذيفة هاون شظية بمؤخرة الرأس، استسعف على المشفى بنفس الساعة وأجريت عملية جراحية لكن
كانت إصابة بالغة جدا. خبرنا بإصابته أول من خبر فيها أخوي فادي عسكري، خبرني المساء، خبرنا أنا وهو بس ما حكينا، ما خبرنا حدا حتى الوالدة ولا أخوي الكبير، مشان المساء يعني ما بقى في مجال واحد يتصرف أي شيء. ثاني يوم صباحا أني طلعوا بعد ما حكينا مع بعض أنا وأخي الكبير وأخي فادي، أني إجوا يخبروا الوالدة، وأنا جهزت أموري وطلعت لعنده على الشام. بقيت خمسة أيام، الخمسة أيام كان بغيبوبة كاملة، يعني لا حكاني ولا حكيته. يوم 5/1/2015 الساعة 11 استشهد، نقلوا على مشفى تشرين العسكري وعملوا تشيع رسمي. تاني يوم 6 الشهر وجا لهون. كانوا اخواتي كلهم متزوجين، ما في حدا بالبيت غير انا وامي وهو واخوي الاصغر منه. بعدين اثنيناتهم سافروا، اثنيناتهم راحوا على احتياط، انطلب شهاده قبل اخوي الصغير بشهرين. ضلينا انا وامي لحالنا، بس يحكي قلي ديري بالك حال ديري بالك عمه، ما راح وصيكي بالبيت، ما راح، ما بدي انقصك انشاء. انا بشار ابن عمه للشهيد شهادة. هلا كوني ابن عمه ممكن يكون انه حد يفكر انه بعير، كون هو عنده 6 أخوات شباب غيره، بس دائما هو شهادة ما نال الشهادة غير لانه بيستاهلها. لحتى واحد يستاهل الشهادة لازم يكون عنده قدرة على العطاء، والعطاء دائما عند شهادة كان بأوجه، يعني كان برغم انه كان احتياط وبجوبر بقمة احداث جوبر واحداث دارية، فهو كان قادر يأثر بحياتي كابن عمه يعني بكل تفاصيله، يعني حتى ببعده عنه، وهذا دائما كان بزيد المحبة بينه وبينه برغم فرق العمر البسيط، يعني بس في فرق عمر، يعني لهيك يعني كان غالي كثير علينا. كان هون ضبيت الزوادة ومشى وراح، لما اللي راح كان يعني روحه عن جد، عرف بحاله ما راح يرجع. اول مره عمره بيتصرف هيك تصرف، فيه يلحق لمره يرجع يودعنا، ما عمل له زوادة، يفوت ويطلع لعندي يقول لي ما تعبت؟ قلت له لا والله يا ابني ما تعبت، كرمال عيونك ما تعبت والله. وسافر يا حسرتي بعد جمعة 5 أيام، والله كم يوم ضل بعد السافر، يوم اللي كانوا ما يحروا ولا جوبر، وبدي سافر الرئيس الله يطول بعمره، لهم ابني تصايب وسافر غمض عيونه ومرجي. ظل 5 أيام بالمشفى ما شفته، جابوا لي مصطفى. رفقاته يعني هو آخر إجازة له كانت إجازة وداع، سواء لأهله حتى زملائه بالشركة حتى زملائه بالقطعة العساكر معه، لأنه حتى الموبايل اللي معه رمز الحماية أعطاه لرفقاته، قال لك هذا رمز الحماية لموبايلي هذا وبتخلوا معك، يعني هو بيعرف أنه كان حاسس انه خالص اخر شيء، يعني حتى هو حكاها انه انا مجموعتي كلهم الله يرحمهم او نعطبوا، شو هني احسن مني يعني. فهو كان اخر اجازه كان متوقع انه هاي اجازه الوداع. وشادي ما في داعي احكي، يعني ما بعرف شو بيحكي عنه، كل الناس بتعرفه، كان مثال للشهامه والشجاعه ولك، يعني كل الشغلات الحلوه كانت موجوده فيه. بالنسبه لعسكريته عمره ما كان يحكي شيء، هو من نوع الكتوم، يعني احيانا بالصدف انه يتعرض لاستفزاز هيك تتيجه انه بس يحكي، فيحكي شغلات صغيره، نحكي معه يقلنا الامور من احسن ما يكون قاعد ما اتسلى، وهن يكونوا اثناء تنفيذ عمليات لانه كان هو بمداهمه. الواحد اللي كان يحكي اذا كان جاي اجازي حكيني لي، قال لي بس ما تقولي لحدا، ما بدي حدا يعرف اني جاي اجازي. بعد شهرين من التحاقه بالاحتياط تصايب بايده، عم احكي معه الصبح، قال لي هلا المساء برجع بحكي معي. كان اخواتي كلهم هون مجموعين على العشاء عنا، جيت حكيته المساء، قال لي في حدا قريب مني؟ قلت له ايه، قال لي بعدي عني. قلت له بعدت في حدا؟ قال لا بعدي عني. طلعت على السطح، قلت لك والله العظيم ما في حدا. قال لي بدي اقول لك شيء، اذا بتقولي والله العظيم جايه وما بدي اروح ما راح احكي معك ولا كلمه. قال هيك انا جايه بس جيبي لي شاش وهيك معقم من الصيدلي، انا منصاب. كان فترتها كانت الأحداث يعني باللاصقي ومقطوع الكهرباء، وصل المساء يوم جمعة. قال لي بس وحلفني، قال إذا بتقولي لحدا بدي أجي وروح ما رح أحكي معك ولا كلمة. قعدت ما بعرف شاطر، قلت كلني بقول شو بك شو بك شو بك، ما مو أحسن إنه حلف لي ما رح يحكيني، ما أحسن تحكي. انتظرت شوي، قال لي أنا صرت عند طرطوس،
بتقول لأخوي الكبير معه سيارة على الأقل إنه يلاقي له، جيت معه قلت له مثل بدك تحكي معي ولا ما بدك تحكي على رياحتك، بس بدي أقول لأخوي الكبير على الأقل إنه يجيبك من البلد عشان ما تطلع بسيارة بأي سيارة. قال إيه ماشي. حكيته لأخوي وراح جابه، وما كان حدا بيعرف نهائياً بالبيت. بعد إصابته الثانية بعد شي 7 شهور كمان رجع إصابة تجيب بصدره، بس هيدي كانت ثقيلة يعني، عرفوا أول ما عرفوا أخواتي فيها. شو بدي أحكي لك عن بطولته؟ أبعرف لأن رفقاته اللي إجوا معه قالوا له الضابط تبعنا لو بدنا نشكل فرار بدنا نروح، بدنا نحضر جنيسته. جلا هوني وجنيزي والعالم كله. قال يا خالتي فاتوا طيبتونا، قال لك نحن مسافرين دعينا، قال لك ابنك ما راح رخيص، ها راح غالي كتير. قلت له معلش يا أمي، الحمد لله راح فضى الوطن فضى الأرض والأرض. هو دائما يقول يا أمي نحن أبطال والأرض عايزتنا والوطن عايزنا، الوطن غالي والأرض أغلى وأغلى. مرو ما جاني إجازة وتأخر يوم، مرة من انتخب إجي 10 أيام يقدر يحكي مع رفقاته وقال له كبير الله قال له لجي يا شادي شو بتبكي بكت ولادك على البشام الطريق متنوسة أنا أحبك تجي وتغامر بحياتك. قال له رفقاتي مالي قد ما تركي يوميا بدي يحكي مع رفقاتي مرة وثانية وعشرة ودائما بدي يسافر. كان ابني بطل الحمد لله وكل العالم كل رفقاته بدارية وبجوبر من يوم الراحة وبأماكن الشيء عليهم الحمد لله. طير بمر بالعالمين، بس الله يحمي لي إخواته ويحمي هالجيش وهالوطن، بقى يرجع الأمن والأمان لهالوطن. هذا طير بمر بالعالمين، ضحى بحياته بس هو كان يعني يحب الحياة كتير. يعني الإنسان لما بيضحي بحياته بيكون بيعرف يعيش، وهو كان بيعرف يعيش، بيعرف يخلي كل الناس حواليه مبسوطة، بيعرف يساعد كل الناس. يعني أي حدا هون بتضيع لما استشهد شادي تفاجأ، يعني أي حدا بتضيع هو خسر كتير سعادة، خسر كتير محبة، خسر كتير عطاء من شادي. ما في حدا بيعرفه إلا يعني بيدعي له بالخير والبركة وبترحم له دائما. وحتى نحن لما بنروح نزور قبره دائما بنشوف يعني إنه في حدا زايره ما بنعرف مين، ولا يعني ما بتشوف غير الريحان دائماً على قبره أخضر الحمد لله رب العالمين. أول إصابة إله بإيده دخلوا على مبنى تحاصروا، أول كانوا 3 واقفين على الحرس على الباب، شافوا واحد من المستشهد واثنين هدوك ما شافوا وفكروا إنه خالصين. تحاصروا حاصرون المسلحين صاروا يضربوا بالمهدي اللي يدخلوا عليه، كان مصاب بإيده. قال لي كنا قاعدين بزاوية وحدة مصوبين على الأقل مشان ما ياخذوه نهائيا، مشان ما يحسنوا يأسروه. بس الحمد لله كان واحد من القاتل اللي كانوا على الباب حسن دخل وخبر إنه تجي المؤازرة لحتى. ومرة كمان كان قيان يوم ونص، من يوم جمعة الساعة 11 الظهر لتاني يوم السبت وش الصبح هو على السقيفة يتحاصر على السقيفة هو رفيقه ونحن ما بنعرفه. سمعنا من العالم عم يحكوا رفقاته بضيعة تاني، سمعنا منن انه كان متحاصر على السقيفة والمسلحين بنفس المبنى. بس كان له عمر عندي الحمد لله هو السادس وعندي ولد اصغر منه بالشباب الحمد لله، لا الله ما اللي فيه ان شاء الله. وعندي 3 بنات، هاي اصغر ولدي بالبنات الحمد لله. كانوا 3 احتياطها وبيت 3 اصغر، اخو اللي تزوج بعدين هو الاصغر منه الحمد لله. كان إجا أخوي العسكري ثاني، إجا الصبح كنت سنايمة قال ليكي قومي، قلت له شو في؟ قال ليكي قومي جهزي له البيت لشادي. قلت له شوفي شو حاله؟ قال ليكي مصاب بس ما حاله شيء، بس بده تجهزي له تيابه بس بلا ما تعرف أمه. قلت له خدها عند أختي. بس لك جهزت البيت وحكيت مع أخواتي كلهم، قلت له تعالوا بس ما كنت أقول لحدا شوفي، كلهم يجوا على البيت واجتمعوا بالبيت وأمي قاعدة بيناتهم إنه شوفي ما حدا بيعرف شوفي. دخلن واحد واحد على الغرفة، اخواتي البنت انه لا بدنا نروح مشان اولادنا، لا ما حد بده يروح. دخلوا على الغرفة كلن ما حدا بيعرف شو فيه غير حكين بالغرفة واحد واحد انه جاية. اجتمعوا كلن هم بالبيت وامي تقول لهم يلا بده يشرب متي يقوم هو يسوي، وقاعدة ما بتعرف شي نهائيا.
لحتى عرفوا كلين قاعدين ولا صفت السيارة طلعنا ركض لبرا كلنا لحتى عرفت إنه جايبينه. ما حدا كان بيعرف إصابته، بيعرفوا إصابة خفيفة. والله كنت حيطة ببالي كل ما جاء إجازي، بس حيطة ببالي أهم شيء، قلت له بقى بدي جوزك حلك يا ابن. يقول لي لا بكير. قلت له كيف قبل ما تروح على الاحتياط ما كان بكير، هلأ صار بكير؟ قال لي بكير بكير. قلت له بدك تسوي بيتك يا بي؟ عين فيني وهز راسه والله بالفترة الأخيرة. قال لي لا والله. قلت له ليش ما رح تسوي؟ قال لي والله ما رح تسوي بعشر ورقة، ما رح تسويه. عرف بحاله مبيا، لأنه كان يشل حاله على الموت. فدر فاته بالوطن، فدر الوطن. شو بدي سوي؟ الحمد لله. أنا إجاني خبر إصابته آخر مرة مثل إصابة قبله، كمان كان تاني يوم راس السنة. دق علي خيف عند كمان الشباك، قلت له ما راح افتح لك اذا ما راح تفوت. خلاه بقيان يفتح، فتحت له الباب، قلت له موت. شوفي قال لي شادي، بس ما يعني ما قال لي انه منصاب، غير قال لي شادي ندري له. قلت له في شيء اغلى من روحي ندري له هو. بعدين قال لي خليكي قوي مشان نقلل لامي احكي معه. كل الفترة وأنا متوقع أنه بده يرجع لنا بخير وسلامة، وصرت خطط وين بدنا نحطه. إصابته كان براسه خطرة بده يكون عناية هيك لآخر يوم. كان نشرب مت كتير، يعني يكون إجازي هون نشرب المت شي 4-5 مرات بالنهار. من يوم اللي صاب ما دقت للمتي لقبل بيوم المساء، قلت لأختي الكبيرة بدي أشرب متي. قال لا أخت لأي والله بدي أشرب متي. ساوينا متي طلب بعد ما قاعدين الساعة 12 بالليل قبل بيوم استشهاده. قلت لا لو والله لازم نعمل له ضحايا ونجري دم، بلكي ان شاء الله بيرجع الله الدم بعروقه ورجع لنا هو بخير وسلامه. عيد فيني هيك خل شو بك هلا الساعه 12 بالليل ما عم بدك تحكي؟ قلت له بدي احكي مع اخوي فادي، اكيد ما اقتله هيك خل خلص من عيوني. والله بكره من 7 الصبح رح اجي. حكى اجى الساعه 7 الصبح عم دبر الذبيحه. لا عم احكي مع اخواتي على الشام، قالوا لي انه الوضع شكله الحمد لله منيح وهيك. قلت له عم نعمل له ذبيحه ان شاء الله، الله رح يرجع الدم لعروقه. بس اندبحت الذبيحه خلص، سافر وتركنا بوقت اللي اندبحت فيه الذبيحه. نفس اللحظه والله العظيم كانوا دابحينه والعم يرن التليفون. يوم راس السنه بدنا نحتفل، قلت لهم كل سنه نحتفل. شوفي اولادي انا يعني 7 الحمد لله كليتي، ما في غير هو 2 من أولادي أم الزوجي وبنت، والباقي كلين يكونوا كلين عنده وجمعة كبيرة بهالباقي مبسوطين. قلت إن أنا سافر شادي ما رح بقى تسوي جمعة بهالباقي. راحوا حكوا معه وقالوا أمي أبدا خلينا نجتمع لأنك ما أنك موجود بيننا، خلينا بدوني أمي. قال أمي، قلت له عيني. قال لي ليك رايح أنا ورفيقي على عشان نازل، وإذا قال كرم عندي فتحي من الأخوة عندي هو مجيب البنت. راح جابوا ثاني سنة يوم رأس سنة هاي السنة المضاية اللي حصل فيها كمان. قال أمي شو بدنا نخلينا نقعد ولا؟ قلت نقعد وأشتغل يعني لشادي. هلا بيحكى حكى معي من الصبح أخو حكى. لا والله هو يوم ما حكى إني قال له راحوا جابوا حضروا حالي، يعني كنا عم بتعمل سووا عشاء وعشاء وأنا قاعدة ما بدي إجعل إخواتي أكل مثل السكنة. قال أمي، قلت نعيني قال شايفيني ثمانك مستوطة بينهم. قلت لسادي ما حكى. قال هلا قلت يحكي وما قلت رأيت لبرا هيك على البرندة وقفت ما بعرف حسي قابضني قلبي ماني مبسوطة. طلعت وقفت على البرندة وهالعالم الله يهني العالم المبسوط. طلع واحد من أولادي لهلق والله ما بتذكر مين مني ما بعرف مين طلع لعندي حاشني. قال أمي، قلت له عيني. قال فوتي تفرجي لأنه لشو ما حكاكي شادة. قلت له شوفي. قال لي بي الرئيس بجوبة عناط على هيك يعني مستنفر الميل
نظفوا المنطقة هم. يعني عن جد شوي حسيت حالي نوعا ما نتفي ارتحت، ما انه ارتحت كثير بس على القليل فكرت قلت من شان هيك نحن نحن وقاعدة ما نتعشى مرتين ثلاثة يحكي. والله عينا ابني هذاك العسكري اللي زوى حكى وين معه قال له أخوك هيك مصاير وهو المشكلة. طلع لبرا خاصة قال لمراته مشي بمرة على البيت، أخذ مراته وبنته ينزل على بيته مثل يقول لحظة. بعد الراحة كله طفش على بيته وراح على بيته وجينا نحن. والله للصبح متفقين ببعضين مني وخوه، نزل عند اخواته اخو هذا قولي كبير يا قلبي بالبرد مناتين عمري اللي تحت شوي دول. راح لعندي دق الباب عليه قال ايش حالك قلبي خليه مدري من مسا حكى والله مو يعني المهم حكى جهز حاله بده يسافر عند اخوه. ايه هو كان يعني ما يجهز حاله قال بلكي لقطوا على الحاجز ما كان يخلوه. قام راح حكوا مع اخوه الصغير والله ولا جاي. كنت نزلت انا صارت الساعه 10 ثاني يوم محكمة نزلت عند اخواته لتحت انا لتت نزلت هوني كيف والله قاعد اتفرج على التلفزيون هنيك بقعد انا وبنائي وبنا بشوف هيك شو بدي يحكوا جنبهم يحكوا حكي جنبهم بدي بشوفوا ليش عندي ولا حكى معي قال امي تعا فورا شو ما عجبني حكى معي من بيتنا من اخوك اللي سمع. قلت له يا فادي شوفي قال لي ماشي تعا عايزك قلت له لا في شيء قال لي لا لا عايزك بدي في غرض بدك تجي تعطيني هو كيف لا لا بدي تعطيني مش تركت. شفته قاعد بحيد الهاتف مشي فت سوى ايده هيك حاجتي قال يا عمي شادي متصايع قلت له لا تقول ظل 5 أيام الله يسامحهم ما كانوا ياخذوني لعندهم قالوا لي نايم هلق ما ينيموا ما ينيموا بس تيصحوا بدنا ناخذك. ظل 5 أيام والله بعد 5 أيام ردوا له خبر لفادي نفسه انا طالعة من المطبخ وعند باب الدار قال لي يا امي قلت له عينه شلحوا للمومباي وسوالك خلي شادي سافر بلا رجع. فرقته صعبة بس ما فينا نحكي شيء غير لا إله إلا الله. وسوريا غالي كتير وتستاهل إنه التضحية بس. كل أم مقهورة وجاية ابنها كيف بده يكون وضعها؟ لما اللي قربت لما تدفنوه وقربت قال لي أخوه الكبير هذا يا عيني بعد الكبير قال لي أخوه الكبير مش قرب قال لي يما قلت له عينه قال لي لا تنسي شو وصاكي شادي قلت له لا رفصت على القبر بميتة تيابي هيك مشان ميت لو تتيابي بالوحد لأنه هاي كان وصيته. قاعدة تدقوا على حالكي تدقوا على الصندوق تلوتوا حالكي بالطراب بس حاكم قال أبتعرفوا نحن تنام بالجيش ورايح الدالة مين بيجي من الفوف بالعلام ديروا بالكي بس الله رب العالمين يروحنا شهيد ومرفوع الرأس والحمد لله والفضل الله شهيد ومرفوع الرأس يعني شهيد بكل معنى الكلمة والحمد لله بس فرقته ما تقهرنا. أنا لما بشوف هالشباب هيك بس أبقى ما أشوف من يوم السافر ما شفت ولا عيني لقت التلفزيون لك التلفزيون ما نشلق ما أدو دعم يعني تقول بس مثل أبي اسمع بقول يا رب تتحرك إلا بقى هالمناطق ونرتاح بقى ويروح هالهم وهالغم عن هالأمة ويرجع أولادنا بسلام وأمان ويرجع هالبلد مثل ما كان وهذا طلبنا من رب العالمين. شو بدنا نطلب ما كنت طالبي من الله ليك لا رزق ولا مال ولا شيء غير الله يحمي لي هالولاد وسافر الحمد لله شو بدنا نسويها إرادة الله. نصر في أي مكان في سوريا نصر سواء في جوبر ولا في دير الزور ولا في الحساكي كله نصر. فنحن لما تتحرر سوريا وتخلص الإرهاب بيخلص منا فهذا النصر الأكبر اللي نحن بنتمناه كلنا. فهذا بيكون عزانا الأكبر عزانا الأكبر إنه هالإرهابيين يرجعوا محل مكانه.
وإن شاء الله خير، ما فينا نحكي غير هيك. الله يصبر كل أهل الشهداء والمخطوفين كمان ويشفي هالجرحى. بقول لك إن شهيد الله يصبر قلبك، يصبر قلبك، لأنه ما كل الأوقات ما أقدر أصبر، لأنه حاطط لي مقاطع على موبايله كل ليلة قبل ما أحط راسي عن خده، ضل بتصمت عليه بتنشف دمعتي وبتفرج، بحسه إنه هو بالغربة وماشي بفرحة إنه ما يفرح وينبسط هو ورفقاته، ما يرقصوا ويغنوا وشي. كل ابني مسافر معنو بيرجع بواسي حالي بحاله، موبايله بواسي حاله، وكل الله يصبر كل أم وكل مرة مخطوفة وكل طفل الله يعينه، والغايب الله يجعله يرجع بخير وسلامة، المفقود والجريح الله يشفيه. الله يحمي هالبلاد وجيش هالبلاد وشعب هالبلاد وقائد هالبلاد، ويحمي هالشباب كله، لا يحمي لي اخواتي. هسه عندي 2 احتياط مدني، يعني هني 3 بنفس البيت، فالله يحمي الباقيين، لان عندنا 1 بالسويداء واخوي الاصغر بالشام، فان شاء الله بيرجعوا بخير وسلامه وبتخلص الازمه على خير يا رب.